لك إن مصر لا تريد إلا استقرار وتنمية ليبيا مؤكد 100%، ليست مثل تركيا الذي تريد أن تتوصل إلى مصرفيبيا المركزي وأموال النفط لتقنية العجز، وخاصة كما قلت لك أنهم قادمين على انتخابات ويخافون من الخسارة المدوية، وخاصة أن المعارضة كبيرة جدا في تركيا والظروف الاقتصادية صعبة جدا، وتركيا دخلت في عدة حروب سواء في سوريا أو شمال العراق أو في أوكرانيا، وكذلك تتدخل في اليمن وفي الدول العربية وتحاول خلق الفتنة بين الدول، وتحاول أن تصنع منصة للإخوان المسلمين لمهاجمة مصر ومهاجمة السعودية ومهاجمة ليبيا. لذلك مصر تستشعر الخطر القومي الحقيقي، لذلك نحن نحيي مصر. كذلك فعلا حتى في مبادرة مستشار عجيلة تفكيك الميليشيات، لا يمكن أن تكون هناك حكومة وتكون هناك ميليشيات، نعم. سوف تسيطر على هذه الحكومة وعلى هذه الأموال وهذه الوزارات، لذلك يجب تفكيك هذه الميليشيات وانخراطها سواء في المؤسسة العسكرية أو الشرطية أو في أي مجالات أخرى في تنمية، نعم. أو في مصانع أو في أي شيء، يعني في أي أعمال. لذلك نحن نحيي الدور المصري القوي. أكد لك أن المستشار عجيلة صالح سوف يقوم إن شاء الله بتكليف لجنة للتواصل مع الأخوة المصرية لإعداد مذكرة تفاهم وتفعيل الدفاع المشترك الليبي المصري أو الليبي العربي حتى تكون يعني قانونية، ونحن نتكلم بالقانون وهذه تبقى تدرجها حتى في الأمم المتحدة حتى يتم التدخل بشكل رسمي ومش بشكل شعبوي ويكون بعدين في أخطاء. يجب أن نستفيد من أخطائنا، يجب أن كل شيء ندرسوه وندروه عن طريق القانون. نحن أصحاب حق، لأن تركيا آتية لغزو ليبيا لأخذ النفط لاستجلاب المرتزقة لقواعد أجنبية. يعني اليوم السيد لما قالنا ندخل بطلب منكم ونخرج بأمر منكم، هذا تعهد أمام العالم، لكن لما أردوغان حط خريطة ليبيا قدامه يقول نحن سيطرنا هنا ونبنى قوانا ونحن حنديروا قواعد ولن نخرج من ليبيا، هذا احتلال.